وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد يعقوب يوسف محمد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. نرحب فيك استاذ يعقوب في نشرة أنباء ثالثة. وبداية يعني لو تحدثنا او رأيك، ما هو في حجم الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين للاحتفال بالعمال المتميزين؟ في البداية مسي عليكم ومسي على جميع مشاهدين تلفزيون البحرين، واسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لمقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى 20 على قانون إصدار النقابات العمالية. وشكرنا الجزيل جلالة الملك الله يحفظه جلالة الملك المعظم على رعايته لحفل الاتحاد لتكريم العمال المتميزين. نعم. وطبعا عودة للسؤال، لا شك مثل ما تعرفون أن هذا التكريم يمثل حث للعمال المواصلات التميز والتفوق لاستمرارهم في بذل الجهد ومواصلة العطاء، وكما أن التكريم يمثل لمسة وفاء من الاتحاد للعمال المبدعين والمتميزين، حيث نوجه لهم رسالة مباشرة بالتقدير والاحترام والفخر بإبداعاتهم وإنجازاتهم الرائعة. وطبعا التكريم في البحرين يعتبر ثقافة أخذناها من قيادتنا الحكيمة الله يحفظهم. نعم. والجميع يعلم أن البحرين تزخر بالمبدعين في مختلف المجالات، منها في مجال العمل والعمال، وكان لزاما علينا احنا كاتحاد عمالي ان نكون اول الداعمين لهم ونقدرهم على عطائهم المستمر في خدمه الوطن والمواطنين. نعم استاذ يعقوب، يعني بعد مرور 20 عام على اصدار قانون النقابات العماليه، برايك كيف اسهم هذا القانون في دعم قطاع العمال في مملكه البحرين؟ طبعا يمثل صدور قانون النقابات قبل 20 عام مرحلة جديدة من العمل النقابي، وقد تزامن صدوره مع العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وجاء كترجمة لمشروع جلالته وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ليكون معبرا عن دخول البحرين لآفاق حريات جديدة. واليوم احنا موجودين كاتحاد حر بفضل هذا القانون وتعديلاته التي أجرت عليه، ونسعى دائما لتطويره عام بعد آخر يكون نواكب التطور المجتمعي والدولي لهذا القانون. ومن أهم مرتكزاته بالنسبة لنا كعمال، اتحاد عمال يمثع قطاع كبير من المواطنين ونعبر عن طموحاتهم، وخاصة أن قانون النقابات كان له دور كبير في خلق بيئة عمل آمنة وسليمة يكون فيه مراعاة لحقوق العمال مستندة إلى التشريعات ومتوافقة مع معايير العمل الدولية. نعم أستاذ يعقوب، كيف يعني انعكس ذلك على الإنجازات التي حققها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين؟ طبعا حقق الاتحاد الحر كثير من الإنجازات، إنجازات كبيرة وفي زمن قصير ما تجاوزنا عمرنا عن 10 سنوات. نعم. حيث أصبح لنا موقع متميز بين الاتحادات العربية والدولية، حيث كانت له مواقفنا الثابتة على مستويين الإقليم والدولي. وطبعا على مستوى المحلي يعني احنا مثلنا الاتحاد او مثل الاتحاد الحر لعمال البحرين، مثلنا في مجالس ادارات منها هيئه التامينات الاجتماعيه، وكذلك لنا مقعد في هيئه تنظيم سوق العمل، وكذلك عندنا مقعد في مجلس اداره صندوق العمل تمكين. وطبعا احنا يعني شريكا اساسي بين اطراف الانتاج الثلاثه وننفذ العديد من المبادرات، وخاصة أن لنا إحنا رأي في التشريعات الخاصة بالعمل والعمال التي يناقشها المجلس التشريعي، ونضع كل خبرات كوادرنا في خدمة العمل. وعلى المستوى الإقليمي أو الدولي لنا مقعد في منظمة العمل العربية، حيث نعم. أخذنا نائب رئيس مجلس الإدارة، وعندنا كذلك مقعد في الاتحاد العالمي للنقابات كذلك بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، عندنا مقعد في اتحاد الدول نقابات عمال العرب نائب الامين العام. وطبعا هناك انجازات كثيره حققناها في هذه الفتره القصيره، طبعا لا يتسع لها المجال في هذا الوقت ان نذكرها كلها، لكن المشهد العام لنجاح الاتحاد محليا هو انضمام الكثير من النقابات العماليه منذ تاسيسه، وطبعا احنا عنصر فعالين في قرارات الاتحادات الدوليه والعالمية. نعم سيد يعقوب يوسف محمد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، شكرا جزيلا لك.